بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 87 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. عودا على رسالة وصلت إلى البرنامج من القنفذة، وباعثتها إحدى أخواتنا المستمعات، تقول أم علي. أم علي، عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: في رمضان وفي أحد الأعوام كنا مسافرين ونحن صائمين، وقد حان وقت المغرب ونحن في الطريق ولم نسمع أي أذان، فأفطرنا مع موعد إفطارنا في بلدتنا، وبعد ذلك بدقائق سمعنا صوت أذان المغرب. فضيلة الشيخ، هل صومنا صحيح أم نعيد صيام ذلك اليوم لجهلنا بموعد الإفطار؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن موعد الإفطار هو غروب الشمس، قوله تعالى: ما يتم الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو موعد الإفطار. فإذا كنتم أفطرتم قبل غروب الشمس ولو بدقائق فإنكم لم تكملوا هذا اليوم، فعليكم بقضائه لأنه لم يكمل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أبو عمر من جمهورية مصر العربية ومقيم في جدة بعث بسؤال يقول: قد اضطررت إلى اقتراض مبلغ من المال لحاجتي الشديدة إلى ذلك، واتفقت مع صاحب المال على أن أقوم بالسداد على أقساط، ولكنه اشترط علي قبل أن يعطيني المال أن أدفع فائدة على هذا المال عند السداد، وأنا عندما أخذته منه كانت نيتي أن أرد له أصل القرض فقط ولا أدفع له الفائدة حتى لا أقع في الربا، فهل هذا جائز أم بذلك أكون قد أخللت بالاتفاق معه؟ أفيدوني، ماذا أعمل؟ جزاكم الله خيرا. القرض بالفائدة ربا صريح، قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع أهل العلم على ذلك. فهذا القرض الذي ذكرته أنه اشترط عليك أن ترد عليه زيادة عند الوفاء، هذا ربا صريح، وهذا الشرط باطل، ولا يجوز له أن يأخذ إلا رأس ماله فقط، ولا يجوز لك أن تدفع له الزيادة لأنها ربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فعليك أن تنصحه وأن تخوفه بالله، تخبره أن هذا ربا وأن هذا الشرط باطل. قال صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط وهذا شرط ليس في كتاب الله. عليك أن تعظه وأن تذكره، فإن امتثل الحمد لله، وإلا فإنه ليس له إلا رأس ماله الذي دفعه إليك، فعليك أن تخاصمه إلى المحكمة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول مستمع من السودان من الخرطوم علي حمزة، يقول في سؤال الله: إذا انتقض وضوء الخطيب يوم الجمعة أثناء الخطبة أو بعدها، هل ينتظره المصلون حتى يتوضأ أم يقدم شخصا آخر يصلي بهم؟ كلا الأمرين جائز الحمد لله. إن انتظروه حتى يتوضأ ويعود ويصلي بهم فلا بأس، وإن وكل واحدا يصلح للصلاة بهم فلا مانع من ذلك، خصوصا إذا خشي أن يتأخر عنهم، فكلا الأمرين جائز والحمد لله. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل كانت العبادات المفروضة على الأمم السابقة مثل الصوم والزكاة والصلاة شبيهة من حيث كيفية أدائها وتوقيتها بعبادتنا، أو أن لها صفة أخرى؟ لا يلزم ذلك، قد تكون من جنس عباداتنا وقد تختلف عنها، الله أعلم بذلك، يحتاج
نحتاج إلى دليل على معرفة الفروق بين عبادات هذه الأمة وعبادات من قبلها، ولكن كل العبادات الشرعية المقصود بها وجه الله عز وجل، تقرب إليه، وإن اختلفت مواقيتها واختلفت صفاتها، إلا أن القصد منها هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة والتقرب إليه بما شرعه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أودع لدي أحد الأشخاص مبلغ يسير من المال، ومضى على ذلك قرابة 7 سنوات ولم يعد لاستلامه. تعرفت على عنوانه وأرسلت إليه أطلب توجيهه لي في كيفية التصرف في المبلغ، ولم أتلق منه الرد حتى الآن. هذا الشخص شيخ طاعن في السن، يعمل في الإنفاق على صيانة بيوت الله وأيضا على الفقراء، ويقيم خارج البلاد. لا زلت أحتفظ بالمبلغ ولا أدري ماذا أفعل، وجهوني أثابكم الله. يجب عليك الاحتفاظ بالمبلغ، أنه أمانة عندك حتى يطلبه صاحبه أو تتمكن أنت من إيصاله إليه. المهم أن عهدته عليك ما دام عندك إلى أن يطلبه أو أن تتوصل أنت إلى تسليمه إليه. نعم. جزاكم الله خيرا. شخص أجهل اسمه وعنوانه أرسل لي مع أحد الأشخاص بعضا من المأكولات المعلبة. استفسرت من حاملها إلي عن اسمه وعنوانه، وإن كانت هذه الأشياء بغرض حفظها أم مرسلة كهدية لي. أفادني بأن شخصا قابله في مدينة كذا وطلب مني أن يسلمني هذه الأشياء، ولم يذكر شيئا عن اسمه أو عنوانه. احتفظت بهذه المعلبات قرابة العام ولم يظهر أحد يسأل عنها خوفا من انتهاء صلاحيتها. تصرفت فيها على أن أرد قيمتها عند المطالبة، ومضى على ذلك 6 أعوام ولم يظهر هذا الشخص. وجهوني أسابكم الله. أحسنت بتصرفك هذا وتفادي تلف هذه السلع وانتهاء صلاحيتها، حيث استبقيت قيمتها عندك، ولما لم تعثر على صاحبها وطاللت المدة، فأرى أن تتصدق بها على نية الأجر لصاحبها، فإن جاء يطلبها تخبره، فإن أقر الصدقة الحمد لله، وإن لم يقرها فإنها يكون ثوابها لك وتدفع له نقوده. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول إنه تصرف فيها شخصا، تصرف فيها ببيعها وحفظ قيمتها. يقول: نعم. إذن اللي يتصدق بالقيمة هذه. جزاكم الله خيرا. نعم. وأحسن إليكم. المستمع نايف من اليمن من لحد بعث بقضية ملخصها أن له أخت تطلقت من زوجها طلقة واحدة وهي حامل 40 يوما، وحينئذ ندم الزوج ندما شديدا ويريد استرجاعها، وهي تريد العودة إليه، ويسأل عن كيفية العودة وهل يلزم مهر وعقد جديد، علما بأن الطلقة واحدة كما أسلفت. جزاكم الله خيرا. إذا كانت الطلقة واحدة ولم يسبقها طلاق يكملها 3، ولم تضع حملها، لا تزال في حملها، فله أن يراجعها لأنها لا تزال في العدة. الله تعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. ما دامت في العدة وبقاء الحمل ولم يطلقها طلاقا بائنا، فله أن يراجعها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أم عائشة بعثت برسالة تقول فيها: إنني في أحد الأعوام ذهبت لأداء مناسك الحج مع إحدى الحملات، وفي أول ليلة من ليالي التشريق خرجنا من العمارة التي كنا نسكن فيها في العزيزية بعد 11 مساء للذهاب إلى منى، ومع زحمة الطريق دخلنا منى، وكانت الفترة التي قضيناها في منى منذ دخولنا فيها وخروجنا منها تقريبا 1/4 ساعة. ثم عدنا إلى عمارتنا التي في العزيزية وبتنا ليلتنا تلك فيها، ويحتج القائمون على الحملة بأن الطريق مزدحم وأن المبيت بمنى يكون ولو بجزء بسيط من الليل، والذي يتضح أنهم لم يبذلوا الأسباب التي تعين على المبيت بمنى، وهو أنهم أخرجونا من سكننا في العزيزية متأخرين، وثانيا لم نستمع بأنهم حاولوا إنزالنا من الباصات لنمشي لمقر مبيتنا في منى ولو كان على بعد، ويقولون إنه لا يجب علينا فدية. فهل هذا صحيح؟ فنحن الحجاج مرتبطون بحملة ولم نبت في منى، فهل علينا دم؟ وإن كان الجواب نعم، فإن هناك سؤال آخر، وهو أن الزوج حاج عن أحد الأشخاص بالوكالة، فهل يجب الدم على زوجي أم على الموكل؟
الرجل يجب على القائمين على الحملة أن يتقوا الله عز وجل وأن يمكنوا الحجاج الذين معهم من أداء مناسكهم، ومن ذلك المبيت بمزدلفة ولا يقل بمنى ليالي التشريق، ولا يقل المبيت عن نصف الليل من أول الليل إلى منتصفه على الأقل، أو المجيء بعد منتصف الليل والبقاء إلى الفجر. أما ربع ساعة أو مرور فقط فهذا لا يكفي، ولكن بصفة أنكم لم تتمكنوا ولا تقدرون على الذهاب بأنفسكم إلى منى إلا بواسطة الحملة فأنتم معذورون، ويكون الإثم على أصحاب الحملة الذين لم يمكنوكم من المبيت. أما إذا كنتم تستطيعون الذهاب إلى منى بأنفسكم المبيت بها والرجوع إلى العمارة فإنه يجب عليكم ذلك، وإذا تركتموه فيكون على كل واحد فدية لأنه مفرط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوجها معها لكنه يحج عن شخص آخر، الفدية حينئذ على من قام بالحج أو على الموكل؟ الفدية على من قام بالحج، على النائب، لأنه هو الذي فرط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يقومون على الحملات كم هم في حاجة إلى توجيه ونصح وإرشاد وخوف من الله في الحجاج شيخ صالح؟ هل من كلمة يحفظكم الله؟ لا شك أن الذين يقومون على شؤون الحجاج من مطوفين ومن أصحاب حملات يجب عليهم أن يتقوا الله في حجاجهم وأن يمكنوهم من أداء المناسك كما أمر الله سبحانه وتعالى، لأنهم استوفوا منهم المبالغ المالية بشرط أن يمكنوهم من أداء المناسك التي جاءوا من أجلها، فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يمكنوا حجاجهم من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار في مواقيت الرمي بعد الزوال في أيام التشريق، وأن يتقيدوا الشرع المطهر في أداء هذه المناسك، وأن لا يتلاعبوا بالحجاج ويخلوا بحجهم لأجل توفير المال أو عدم المبالاة، لأنهم أمانة في أعناقهم وسيسألهم الله يوم القيامة عن هذه الأمانة. قد يكون في هؤلاء الحجاج ضعفة ونساء يحتاجون إلى رعاية وإلى مساعدة لأداء مناسكهم، فعلى القائمين على شؤون الحجاج سواء كانوا مطوفين أو أصحاب حملات أن يتقوا الله وأن يمكنوا حجاجهم من أداء المناسك على الوجه المشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من المستمع عين طا من المنطقة الشمالية، يقول: أنا في 24 من عمري وحالتي متزوج ولله الحمد، ولي والد أصبح في حالة يرثى لها، إذ أنه في حاجة إلى مزيد من الرعاية وفي حاجة إلى مزيد من العناية، وأحتار في كيفية تقديم ذلك ولا سيما والحال لا يساعدني، كيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ عليك بالبر بوالدك والقيام بحاجته حسب استطاعتك، لأن هذا حق واجب عليك له. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فحق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالواجب عليك القيام بحقوق والدك حسب استطاعتك ومقدرتك، ولو بأن تنيب من يخدم والدك بالأجرة فإن ذلك واجب عليك إذا لم تتمكن أنت، أو أن تجعل عنده أحدا من أولادك أو زوجتك لخدمته، فإن هذا واجب عليك، إما أن تباشر ذلك بنفسك وإما أن تقيم من يقوم بدلك إذا لم تستطع المباشرة لذلك بسبب أعمالك وأشغالك وطلبك للرزق. المهم أن تحرص على خدمة والدك بمنتهى ما تقدر عليه، إما مباشرة منك هذا أفضل وأعظم أجرا، وإما بأن
تقيم من ينوب عنك في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يرجو منكم نصيحة للنساء اللائي يخرجن مع سائقي سيارات وهم ليسوا بمحرم لهن وإنما من الأقارب. لا يجوز للمرأة أن تخرج مع سائق ليس من محارمها ولو كان من أقاربها، إذا لم يكن من محارمها فإنها لا تركب معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والخلوة تشمل الخلوة في السيارة أو في البيت أو في البر أو في أي مكان بحيث لا يكون معهما أحد تزول به الخلوة، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في نسائهم وأن لا يتركوهن يركبن مع السائقين وحدهن، لما في ذلك من الفتنة العظيمة والشر الكبير، ولو كان قريبا لها ابن عمها أو ابن خالها أو زوج أختها فإنه أجنبي منها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة وضمنها سؤال يقول: لقد حلفت يمينا من أجل جدال حدث بيني وبين بعض الأشخاص وكنت أعتقد صحته، ولكن ظهر غير ذلك وتبين أن الحق معهم وأني حلفت في الخطأ، فما الحكم في هذه اليمين وما هي الكفارة؟ جزاكم الله خيرا. وباعث هذه الرسالة هو المستمع عبد الله بن محمد آل غريس من الرياض. ما دمت لم تتعمد الخطأ فإن هذا من لغو اليمين الذي ليس فيه إثم. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فإذا حلفت على شيء تظن صدقك ويغلب على ظنك أنك صادق لكن تبين بعد ذلك أنك مخطئ فلا حرج عليك، وهذا من لغو اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو عبيدة من السودان بعث يقول: هل الإنسان يجوز له أن يصلي في وقت الشروق أو في وقت الغروب، وإذا كان فرضا بالذات أم لا يجوز له أن يصلي؟ جزاكم الله خيرا. أما الفريضة إذا نام عنها أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها أو استيقظ من نومه، ولو عند الشروق ولو عند الغروب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما النوافل فإنه لا يجوز صلاتها عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، لما في ذلك من التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند غروبها أو عند شروقها، وهذا من وسائل الشرك. يعني الصلاة عند شروق الشمس أو عند غروبها فيه تشبه بالمشركين وهو وسيلة أيضا من وسائل الشرك، فلهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن السبحة، ولا سيما إذا كان الإنسان قد أدى الباقيات الصالحات بأصابعه. السبحة إن كان الإنسان يتخذها من باب المباح يعد بها التسبيحات كما يعدها بالحصى أو بالأصابع ولا يعتقد أن للسبحة فضيلة، فهذا من الأمور المباحة. أما إذا كان يأخذ السبحة يظن أن فيها فضيلة، وأن كما هو عند الصوفية يعتقدون أن السبحة شعار للعبادة ويحملون السباح معهم في أعناقهم ويلازمونها، يعتقدون أن هذا من الطاعة، فهذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. أما التسبيح بالأصابع، التسبيح بالحصى، التسبيح بخرزات السبحة فلا بأس به، وإن كان التسبيح بالأصابع أفضل لأنه يستعمل أعضاءه في طاعة الله عز وجل، أفضل من التسبيح بالحصى وأفضل من التسبيح بالسبحة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل التعوذ من الشيطان من كثرة الوسوسة في الصلاة في أثنائها أم بعد السلام؟ تعوذ من الشيطان بعد الاستفتاح، إذا كبر تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة. فالاستعاذة في أول الصلاة بعد الاستفتاح وبعد تكبيرة الإحرام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أحس المصلي شيخ صالح أنه وقع في شراك الوسوسة في أثناء الصلاة، فهل له أن يستعيذ بالله من الشيطان في أثناء الصلاة؟ لا، يطرح الوسواس ولا يلتفت إليه ويقبل على صلاته. طيب.
يقبل على صلاته وإحضار قلبه ولا يلتفت إلى الوسواس ويرفضه ويكفي الاستعاذة التي في أول الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز سجود التلاوة أثناء الحيض؟ على خلاف بين العلماء، إذا صح إلى جازة القراءة للحيض عند بعض العلماء جاز لها أن تسجد للتلاوة، أما الذين لا يرون جواز قراءة الحيض للقرآن من باب أولى لا يبيحون لها السجود. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تزكي عن ذهبها دون علم زوجها أو أن تتصدق من مالها الخاص أيضا؟ نعم، للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص، ويجب عليها عند بعض العلماء أن تزكي حليها إذا بلغ النصاب ولو لم يعلم زوجها، لأن هذا واجب عليها هي، حق عليها هي، وليس لزوجها التدخل في ذلك، كما أنها تصلي بدون إذن زوجها، كما أنها تؤدي العبادات بدون إذن زوجها، كذلك أداء الزكاة في مالها، كذلك التصدق منه للمحتاجين، هذا حق لها ومال لها تتصرف فيه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن تصلي الأم مع أطفالها في سن 7 و8 و10 جماعة وإن كانوا إناثا وذكورا؟ وهل يجوز أن تعقد النية جماعة أو مفردة؟ لأن الأطفال يتحركون أحيانا ويتكلمون في أثناء الصلاة، فما هي نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك ما داموا مميزين، فلا بأس بذلك، لكن تجعل الصبيان في الصف المقدم الذكور، وتجعل الجواري خلفهم، وتكون هي إمامتهم، ولكن الأفضل أن الذكور المميزين يصلون في المسجد، أن والدهم يأخذهم للمسجد أو وليهم أو أخوهم الكبير يذهب بهم إلى المسجد، هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى